تابعنا المرة اللي فاتت هيبقى مستوى جديد من المرة السابقة. كنا بنتكلم بين البروسيس والكاش وبين الكاش والمين ميموري. في فترة المواد بنتكلم ما بين المين ميموري وما بعدها الديسك أو المستويات الدوائرية. وكنا ذكرنا في مسار إن الكاش والميموري بيدوا البروسيسور تخيل البروسيسنج كاميرا مع ميموري كبيرة حجم المين ميموري وبسرعة الكاش. النهاردة بقى عايزين نعمل نكمل في الخيال بتاعنا ده ونبني البروسيسور والسيستم بتاعنا على أساس إن أنا معايا ميموري بحجم الهارد ديسك وبسرعة مقبولة زي سرعة المين ميموري. ممكن حد يجي يفكر هنعمل ده ازاي وليه وبالتالي استفدنا حاجه ولا ضيعنا حاجه؟ ان شاء الله هنحاول النهارده بقى نجرب السلك. هدفنا ان احنا نحاول نعمل هذا الالحاق للبروسيسور وزي ما اتفقنا المرات السابقه لما كنا جبنا كاش عندنا اربع اسئله والبوت هيبقى موجود فين؟ ازاي اكتشف كان معايا ولا لا؟ ولو ما كانش معايا حصل مس عمليه وزي انا رايت الفرص بتاعتي النهارده ازاي؟ المره الاخيره دي برضه نجاوب عليها النهارده تاني ان شاء الله زي ما اتفقنا الاسبوع الجاي برضه نجاوب عليها تالت الحاجه الجديده هنعملها الاسبوع الجاي وبسبب الحاجه اللي احنا فاكرينها الاسبوع الجاي هنعرفها النهارده لما نكتشف ان عندنا مشكله اللي احنا بنعملها مش بنكملها هنكملها الاسبوع الجاي ان شاء الله. بس اللي هنقوله دلوقتي ان احنا الناس اللي اشتغلوا الكلام ده بدل ما نسموا الحاجه بتاعتي اللي كانت في الكاش بنسميها بوك هنا مسمينها بيج هنشوف ليه النهارده ان شاء الله. وبدل ما كانوا بيسموها ميس بيسموها فولد بيج فولد بدل ميس للبوك بيسموها بيج. طيب السؤال بتاع ليه بنحب نعمل كده؟ ايه السبب اللي يخليني احاول افكر ان انا اكون ميموري كبيره اكبر من الفيزيكال ميموري الحقيقيه اللي معايا وهيئ الفيزيكال كاميرا اللي معايا ميموري اكبر منها وحجم الديسك وبسرعة كبيرة. تعالوا نتخيل كمثال بتاع جهاز في البيت. زميلنا ده امبارح كان قاعد بيشتغل في الكتاب عشان عنده مذاكرة كتير وفات الجهاز وسهران وتعبان وجهاز بقى عليه الفيفا واليوتيوب وشوية الأغاني برضه اللي يفكر إن هو يسمعها وبعض الصور اللي في الجاليري بتاعته بيتفرج عليها وطبعا الراجل ممكن يعدي ففي سيميليشن شغاله في الويب بروسيسور عشان الريبورت هيقدمه في يوم من الايام لما ربنا يفتح عليه يبقى يكتب اي حاجه ففي حاجات عشان احتياطات امنيه يعني كان حصل اي مشكله انما البرامج الاساسيه اللي موجوده وشغاله موجوده وشغاله. مجموع البرامج اللي موجوده وشغاله دي والداتا اللي هي فتحها قد يكون مجموع الميموري اللي هي محتاجاه اكثر من الفيزيكال ريل ميموري الموجود عنده في الجهاز. فلو انا كنت عاوز اسمح له ان هو انت عاوز تدفع 10 ابلكيشنز ومنهم ابلكيشنز بتنزل فيديوز وكميه كبيره من الداتا كده وتشتغل فيها براحتك ولا يهمك ولا تحس ان عندك اي مشكله بان انت عندك 4 جيجا بايت مثلا فقط في الفيزيكال ميموري بتاعتك. لا انت الدنيا واسعه براحه مفيش اي مشكله. فممكن تشغل عدد كبير من الابلكيشنز كل منهم محتاج ميموري كبيره بدون اي مشكله. ممكن حتى يكون سنجل بروجرام منهم محتاج ميموري كبيره. يعني حتى لو فرضنا ان هو منزل فيلم الفيلم ده حجمه اكبر من فيزيكال ميموري بتاعته اللي هي اسمها 4 جيجا بايت افترض ان عندي جهاز 4 جيجا بايت ممكن الفيلم لو منزله 4 جيجا والفيلم كله يشتغل بيه عادي ولا حصل اي مشكله. انا عارف طبعا السيميليشن اللي انت بتعملها الايام دي مهمه جدا في حياتك والسيميليشن ممكن تكون طويله وعميقه وكميه جدا كبيره لدرجه ان انت تدوس على الزرار وبعد دقيقتين تطلع من دي. انما لو سالت زملائك اللي اكبر منك بسنه في مشاريع التخرج بتاعتهم او اللي اكبر منك بسنتين ثلاثه في الوظيفه العليا ممكن يقولوا لك ان احيانا بعض السيميليشنز اللي بيعملوها سواء حاجات فورميشن سيستمز او مات لاب او الكترونكس كاب تولز قد تاخد اسبوعين
Die Riha? Spanien. Die Riha, تنزل تروح الكلية وترجع هي أخبارك الحمد لله شغال ربنا يعينك وتروح تتغدى وترجع وتنام وتسهر تاني يوم وتكمل حياتك عادي وتشوف الستاتس بتاعه والنتائج اللي عملها بيرجع لك كويس وهو شغال. وأحيانا ممكن يكون الديزاين مثلا الشيب اللي أنت شغال عليها هي لوحدها كده أكثر من 4 جيجا. يعني في زميلة كان من فترة البروجرام بيكراش لأن الديزاين حجمه كان أكبر من 8 جيجا. فلما حطينا ميموري تشيبس زيادة شوية عملية ساعدتها الدنيا أسرع وكان بيشتغل على طول. وفي زميل آخر كان بيعمل ماجستير من كام سنة معايا 6 سنين كان بيشتغل 4 أجهزة إن بارلل لمدة 3 أسابيع وكان كل واحد فيهم في 10 جيجا بايت تراوح في الميموري. الميموري اللي متخيل الميموري تخيل الفيرتشوال ميموري كان مش عارف. فانت باذن الله ربنا يعينك يعني السنه الجايه والسنه اللي بعدها واللي بعدها سواء وانت معانا في الاستراليا او انت بتشتغل في شركه. يعني زميله الديزاين بيكراش كان في شركه مش واللي كان عنده كذا ماشين شغالين الاسابيع ده كان في ماجستير. فسواء ده ولا ده بتحصل. الحياه ليست فقط فيفا و الاهتمامات الفظيعة بتاعتكم دي ممكن ان شاء الله وباذن الله تعالى قريبا ستتغير الى اهتمامات حقيقية مفيدة للبشرية وممكن تاخد اسبوعين ثلاثة رسميشن مش مشكلة. ممكن طبعا بعدها يطلع فيها الرز. في شركة كنت حوالي سنة وشوية كان عندهم هم بيعملوا ديزاين كمبيوتر سيستمز كان فعلا بيعملوا سيميشن لحاجات كان ممكن تبقى التستنج النهائي للديزاين ده بيتكس كان بيفيل حالات معينه كان احيانا بعد ما السيميشن تفضل شغال لمده اسبوع يحصل ايه وبالتالي يظبط البارامتر اللي هو عايز يظبطه شغاله تاني ويتست. يعني فالحياه لطيفه احيانا لما تبقى شغال في شركات. بغض النظر نرجع لموضوعنا هنا ان في غيركم في الحياه ممكن يكون البرامج اللي هو بيستخدمها برنامج كبير تجربة كبيرة. حضراتكم اللي يمكن شايفينه ولابسينه اكثر النهارده ان انت تكون مستخدم عدد كبير من البرامج مجموع اللي هم محتاجين البرامج دي قد يكون اكثر من الميموري فيزيكال وبالتالي سواء كانت الحاله دي ولا الحاله دي من المفيد ان احنا نستطيع تقدر نوحي للسيستم اللي عندنا ان انت عندك ميموري اكبر من الحجم الطبيعي وبسرعه معقوله. اكبر بصل الى حجم الديسك لو انت عايز. ممكن يكون عندك كما لو كان عندك ميموري الى حجم تيرا بايت رغم ان انت اللي عندك حقيقه 4 جيجا بايت. لو هنعمل كده يبقى لازم البرنامج بتاعنا دلوقتي بتيجي تفكر لو انا البرنامج كان مكتوب والبروجرامر كان بيظن ان انا هبتدي من مثلا ادرس صفر وامشي صفر 1 2 3 لحد نهايه البرنامج بتاعنا. وزميلنا امبارح لما ابتدى البرامج المسيره بتاعته كان لازم يبتدي طبعا في الاول بالجيمز ثم يثني باليوتيوب. هل النهارده لازم تبتدي نفس الترتيب؟ لا النهارده مزاجي مش عايز يلعب الاول عاوز يتفرج الاول. فبالتالي النهارده البرنامج الاول اللي هو ابتدى بيه حط في الميموري الاول الفيديو وبعدين حط بعديها الجيمز. غدا ربنا هداه مثلا وقال انا هسمع قران الاول قبل ما ابتدي الجيمز عشان يعني اكسب النهارده شويه. فالاول شغل القران وبعدين الجيمز. فممكن جدا ان هو يعيد ترتيب البرامج في الميموري على حسب هو مشغل ايه وممكن في يوم ما يشغلش احد الحاجات ربنا يهديه فعلا يعني ويشغل القران ثم يبتدي في المذاكره على طول يعني ان شاء الله تكون دايما كده. فقد يحدث ان هو اعاده ترتيب الحاجات في الميموري ان النهارده احط البرنامج ده في مكان بكره احطه في مكان اخر وفي يوم كل يوم احطه في مكان مختلف قد تحدث ذلك. وبالتالي
البرنامج نفسه يضم، انا ببتدي من ادرس 0 1 2 3 ولما بقول لك لود من ادرس 100 والستور الريزلت مثلا في 200، دي الادرسز اللي انا كبرنامج متخيل ان انا موجود فيها، بس مش لازم ان هي دي الاماكن الحقيقيه اللي انا النهارده موجود فيها. ممكن جدا ان انت تظن كبرنامج ان انت بتبتدي عند ادرس 0 وتقول لي لود من الادرس 100، بس انا حقيقه الامر النهارده حطك بدايه من ادرس 4000. فبالتالي لما هو بيقول لي لود من الادرس 100 انا هعمل لود فعلا من 4100. ولما تقول لي ستور في الادرس 200 انا هعمل ستور فعلا في 4200. فانا لازم اكون قادر على الترجمه ما بين الادرس اللي هو متخيله في البرنامج اللي اسمه الفيرتشوال ادرس الى الفيزيكال ادرس او الريل ادرس هو موجود فين في المكان. فدي احدى الوظائف اللي لازم نعملها النهارده برضه في النظام ده عشان ابقى قادر اسمح بما يسمى ريلوكيشن، وضع البرنامج في مكان مختلف على حسب انا راوي المحطه فين، على حسب النهارده هو شغال والمكان الفاضي في الميموري فين احطه فيه. فبالتالي لكي استطيع ان اعمل ريلوكيشن لازم اكون قادر برضه اعمل ترجمه نقل من الفيرتشوال ادرس الى الفيزيكال ادرس او الريل ادرس. فالنهارده احد الحاجات اللي لازم نتعلمها ازاي اقدر اعمل كده عشان فعلا نركز النظام اللي احنا بنتكلم عليه. طيب حاجه ثانيه ممكن تيجي نفكر فيها، لو فرضنا ان حضرتك بعد ما دكتور احمد خطاب ارسل لكم امبارح الدرجات المشرفه جدا بتاعت الميد تيرم، هو لقى نفسه مثلا جايب 19.5 من 20. انت جبت 18 بس زميلك ده جايب مفترض 19.5 من 20 ومش عاجباك درجات، فقرر ان هو يعمل برنامج صغير على نفس السيرفر. لو كنا مثلا حاطين لكم البرامج دي على الويب سايت القسم هنا، فهو حاطط برنامج صغير على السيرفر ده يخلي 19.5 دي تبقى 20 او حتى 21، مفيش مشكله يعني الدرجات ببلاش دلوقتي. فبالتالي هل مسموح للبرنامج بتاعي اللي شغال على الكمبيوتر مع البرنامج بتاع الدكتور احمد مثلا اللي فيه درجات، هل مسموح للبرنامج بتاعه انه يقرا او يكتب اي ميموري لوكيشنز حتى لو كانت مستخدمه برنامج اخر؟ لا، المفروض نحمي ما بين بعض. خدوا بالكم مش بس يكتب لنفسه درجه زياده ولا حتى يقرا، لان افترض البرنامج اللي بيشغله الدكتور احمد خطاب ده مثلا برنامج بيكتب فيه وورد بروسيسور بيكتب فيه الاسئله بتاعت الامتحان، هل مسموح ان هو يقراها؟ لا، فلازم يبقى في جدران حمايه كده بروتكشن اللي هي الكلمه الثانيه اللي احنا عايزينها دي ما بين البرامج المختلفه. لازم في النظام اللي هنعمله ده اللي يتيح ان انا يبقى عندي مالتيبل ابلكيشنز شغالين ومجموعهم اكثر من حجم الميموري اللي عندي، وممكن ان انا انقل من الفيرتشوال ادرس الى فيزيكال ادرس عشان اقدر اعمل ريلوكيشن. لازم اكون قادر ان انا اعمل برضه بروتكشن حمايه ما بين البرامج المختلفه بحيث ان هو ما يحصلش اختراق من برنامج بتاع حضرتك لبرنامج تاني، لا في القراءه ولا في الكتابه. طيب تيجي حضرتك تقولي لي بس انا احيانا بكون مثلا في المعمل جنبنا هنا وبكتب حاجات وعاوز اطبعها، فالبرنامج اللي انا بكتب فيه عاوز ان هو يتخاطب مع برنامج اخر حتى على الكمبيوتر تاني مسؤول عن البرنتر ويبعت له الداتا والتاني يلاقي يقراها منه ويطبعها كده. فانا احيانا بكون راغبه ان برنامجين واحد يكتب والتاني يقرا ومتشابكين في الاماكن مش بس. فنقول طيب الجدران دي مش هنعملها جدران صماء تماما عازله سجن يعني، هنحاول ان هو يكون فيه امكانيه قنوات اتصال منطقيه قانونيه سليمه. حضرتك كبرنامج عاوز تتخاطب برنامج اخر تبقى عن طريق الاوبريتنج سيستم بتطلب ان يحصل ما بين البرنامجين دول نقل البيانات وبتتم بطريقه سليمه. انما لن نسمح بان اي حد يروح يكلم اي حد كده في اي وقت بدون تفاصيل. لو حصل ان احنا كنا
سايبين الدنيا سايبه، هنلاقي ان الافتراقات تبقى زياده. هل انتم تعرفوا عن اي برامج بتلف حواليها دي القنوات الامنه وتخترق الجدران وتعمل مشاكل؟ جميل. فالهاكينج والكراكينج والفيروس اللي بصوره عملت اللي هو منتشر على برامج الموجوده على لينكس سيستم ويندوز، اللي بيحصل فيها فعلا هي نفاذ من اماكن غير مؤمنه ما بين البرامج، بحيث ان هو يستطيع ان هو يكتب او يقرا معلومات ليس من السليم، ليس من الصواب ان هو يتصرف فيها. السبب في هذه الظاهره وانتشارها الشديد في الاوبريتنج سيستم ويندوز ان هو عند بدء تصميمات ويندوز من 20 سنه كان الهدف عند المصممين اللي بيصممون ان هو يسمحوا بتعاون فانكشناليتي عاليه وظائف كثيره ما بين البرامج. يبقى في تشارك عالي من البرامج. فبالتالي ما كانوش مقفلين الدنيا وعليه كل برنامج، وبالعكس سايبين حاجات كثيره مفتحه عشان يقدروا يستخدموا التشارك ما بينهم يبقى عالي. ده ادى الى ان في فتحات كثيره وفي حروب كثيره، وكل ما نقفل حرم يبقى في حرم تاني مفتوح والدنيا منفذه في بعضها خالص. في ميزه ان في تشارك عالي من البرامج، بس في مشكله في التاني. في المقابل احنا برضه من حوالي 30 سنه اليونكس وبعد اللينكس اللي اتناقشنا عليه كان في فكره الحمايه والاكسس رايتس واضحه جدا من البدايه، بحيث ان هو تبقى في جدران واضحه واحتمالات واضحه للحوارات ما بين البرامج. فده ادى الى ان السكيورتي كانت مهمه لهذا التصميم الهندسي، ونقل الحاجات ما بين البرامج لازم يتم بطريقه مقننه عن طريق الاوبريتنج سيستم وليس باي طريقه بمزاجك انت تتصرف انت لوحدك. ده ادى الى ان في قيود شويه على البرامج، انما عمليه الامان والمشاكل ان ما تسمعوش على كميه مشاكل وفيروسز في لينكس ولا في الماك او اس ولا في الاي او اس مثلا ولا هذه العائلات الاوبريتنج سيستمز قد ما تسمعوا عنها في الويندوز. السبب واختيارات هندسيه قام بها زملاء لكم في المهنه من حوالي 30 سنه. وبالتالي انت برضه لما تختار اختيار هندسي انك عاوز توفر خدمه معينه، سواء خدمه دي خدمه تامين ولا خدمه يعني تشارك ما بين برامج، لها ميزاتها ولها عيوب. لازم تبقى مستوعب ميزات وعيوب وبتحاول تقدم خدمه للعميل بتاعك وانت فاهم اللي بيحصل. ماشي؟ فاحنا النظام اللي احنا هنعمله ده عايزين نسمح فيه بالريلوكيشن ترانسليشن ما بين فيرتشوال ادرس الى فيزيكال ادرس، بروتكشن ما بين البرامج، وامكانيه ان سواء برنامج واحد او مجموعه البرامج يكون عندها تهيئ لها او يعني تخيل ميموري حجم اكبر من الحجم الحقيقي للذاكره. ولهذا سمي هذا السيستم اسمه فيرتشوال ميموري، ذاكره تخيل. طيب عشان نفهم بقى علاقه الميموري بالديسك لازم نعرف ايه هو الديسك اصلا، والديسك ده بيتعمل ازاي. انتم كان عندكم في الميد تيرم سؤال بطيء كده في البدايه عن حاجه اسمها سوليد ستيت درايفز، فعاوزين نحاول بالمره نفهم النهارده ايه هو السوليد ستيت درايف وايه علاقته بالهارد ديسك اللي ممكن يكون موجود في اللابتوب ده مثلا. ممكن ترفع انت الجهاز شويه بس. ده جهاز فيه ستورج وفي جنبه هنا لابتوب فيه ستورج. اللابتوب في حاله اغلب اللابتوبس اللي كنا بنديها ماجنتيك هارد ديسكس عاديه اللي هنتكلم عليها في بعض التفاصيل في السلايد دي والسلايد اللي بعدها، بينما بعض اللابتوبس ما فيهاش ماجنتيك هارد ديسكس وانما فيها اس اس دي سوليد ستيت درايف. وكل الاله بقى اللي انت رفضتها دي ما فيهاش، شكرا. الاستورج اللي هنا ليس ماجنتيك هارد ديسك ماجنتيك وميكانيكال هارد ديسكس وانما كله سوليد ستيت ستورج. فعاوزين نفهم الكلمتين دول ببعض بالدقه يعني ونستوعب الفرق بينهم. اتفضل يا كابتن. الماجنتيك يعني الميكانيكي صح؟ او يعني لا هي طريقه الميكانيكي.
الماجنتيك هارد ديسكس في الغالب طريقتهم ميكانيكال ها وده اللي هنتكلم عليه. فالميكانيكال هارد ديسكس دول بيبقوا طبعا كلمة ديسك بالانجليزي واضح معناها انها تعني قرص كده. ففي الواقع الماجنتيك هارد ديسكس دول بيبقوا مش قرص واحد بيبقوا عدد الاقراص على عمود سوا. وبيبقى في ذراع عمود تاني كده عليه اذرع اخلق فيها ابره في الاخر بحيث ان انا لو هنا في تراك في دائره عليها ماده مغناطيسيه والابره دي موجوده مش لمساها بس يعني قريبه منها. انتوا طبعا تفتكروا في الفيزياء في اعدادي وثانوي حتى اعدادي الكليه وثانوي في المدارس ان لو عندي ماجنتيك فيلد او الكتريك فيلد بيتحرك جنب كوندكتور يبقى هينشا تيار كهربي في الكوندكتور وبالتالي انا لو عندي ماده ممكن تطلعها هنا ويكون فيها جزء البايبول بتاعه بس النورث والساوث وجزء تاني ممكن يكون في اتجاه اخر. وكان الماجنتيك فيلد ده لما الديسك بيلف الديسك ده بيدور العمود بيدور فالديسك بيلف التراك ده بيلف لما التراك ده هيلف الماجنتيك فيلد دي هتتحرك تحت الابره الكوندكتور دي يبقى هتؤدي الى وجود تيار كهربي فيها على حسب اتجاه الماجنتيك فيلد يبقى اتجاه التيار الكهربي يبقى انا ممكن على حسب اتجاه الماجنتيك فيلد هو 1 ولا 0 هيبقى عندي تيار كهربي في اتجاه او في اتجاه اخر يبقى عندي برضه 1 و 0 اللي انا محتاج اعرفه. فالسنسور بتاعي بيستشعر وجود ماجنتيك فيلد بيحولها الكتريك كارنت. طيب يبقى احنا كده المسميات اللي عندنا حتى الان ان انا عندي ديسكس كل ديسك فيه تراك وتراك تراكس كتيره التراك ده على السطح السفلي بتاع الديسك ده في ايضا تراكس وهنا كذلك. فالتراك ده يناظره التراك هنا زيه وهنا تراك اخر زيه. التراكس اللي تحت ظهره دي هنسميهم مع بعض سيلندر كانهم اسطوانه كده تحت بعض. ولو تحركت هذه الاذرع للخارج شويه بحيث تبعد عن التراك ده والتراك الاخر اللي بنناظره هنا يبقى كده تحركنا الى سلندر اخر اسطوانه ثانيه. ولو بالعكس الاذرع اللي دخلت للداخل بحيث تبعد عن التراك ده وما يناظره تحته يبقى كده عند سلندر اخرى في الاضيق الريديوس بتاعها اضيق. فاحنا كده عندنا تراكس وعندنا سلندرز وزي الهندسه العاديه ممكن نعتبر ان انا عندي سيكتورز هذا سيكتور وده سيكتور وده سيكتور اخر. فعندي سيكتورز على التراك الوحده بتاعت الداتا على الديسك هي السيكتور. احنا هنا بنتكلم على الميكانيكال ديسكس اللي بتلف بطريقه ميكانيكيه ومتسجل عليها حاجه بطريقه مغناطيسيه. فعندنا ماجنتيك ميكانيكال هارد ديسك اللي بنتكلم عليها في السطور الوحده بتاعتهم هي السيكتور. السيكتور ده قد يكون 512 بايتس مثلا نص كيلو بايت ودي الوحدات اللي بننقلها من الديسك الى الجهاز بتاعنا. هنلاحظ حاجه بسيطه ادي سيكتور وادي سيكتور وادي سيكتور وهنا لو في تراك بعيد هنا هيبقى ادي السيكتور بتاعه. طبعا واضح بالنسبه لكم ان المسافه دي اصغر من دي اصغر من دي اصغر من دي. انما لو انا بلف هنا بدور العمود ده
فالزاوية اللي عندي دي هي زاوية واحدة. هاخد وقت قد ايه عشان اخلص المسافة الصغيرة اللي هنا في مقابل وقت قد ايه عشان اخلص المسافة الكبيرة اللي هنا؟ نفس الوقت. لان انت بتلف بنفس السرعة الدورانية بتاعتك، نفس الاوميجا اللي بتلف بيه. جميل. حد يعرف الهارد ديسكس الموجودة في السوق الايام دي ممكن تكون الار بي ام ريفولوشنز بير مينيت 5400 كويس 5400 وفي حاجات ممكن توصل لحد 12000. حد يعرف السيارات الار بي ام 70,000 يعني ممكن تكون 1,000 2,000 3,000 4,000 هو قال لي الهارد ديسك 5,100 7,200 وانا قلت في حتى 12,000 في السوق. السيارات بيقولوا لي 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000. يبقى معنى كده ان الهارد ديسكس العاديه اللي موجوده في اللابتوب ده وفي اي حاجه تستخدموها سرعه الدوران بتاعتها في الدقيقه مماثله او اكبر من اعلى حاجه في محركات السيارات. لو فعلا انت بتبصوا على الار بي ام بتاع السياره كده في المعدلات هتلاقي لو في سياره واصله عند ال 7000 دي المحرك بتاعها يبقى صوته رهيب حبتين ورا بيتحرق وسامع منه انت يعني اصوات عجيبه وحراره ودخان وحاجات من دي. كم مره بقى حضرتك سمعت اصوات عجيبه وحراره ودخان من المحرك بتاع الهارد ديسك ده؟ الحمد لله ولا مره يعني. فبالتالي لو نفكر احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ميكانيكال سيستم هنا برضه في محرك بيلف بسرعه اسرع من سرعه السيارات بسمك قد كده. السمك بتاع اللابتوب ده قد كده. طبعا الهارد ديسك مش واخد كل السمك ده اقل منه شويه. فمن هنا لهنا بكل الديسكس دي اللي قد تكون 8 مثلا ولا 4 ولا ايا كان عددهم كام في بعض في المسافه في مسافه سمك اقل من سنتيمتر. فالبليت الواحده دي قد يكون سمكها اقل من مليمتر. والاذرع اللي حواليها دي داخله وخارجه عشان تشوف انت هتوصل لاي تراك في هذه السماحات والمسافات اللي بنتكلم عليها. وده بيلف بسرعه اسرع من السياره. طيب لو هتحسب معايا كده انت قلت الار بي ام كام للديسك ده؟ 5,200 ده الكوم يعني 5,400 R revolution per minute. يبقى احنا كده بنتكلم ان في 100 لفه في الثانيه يبقى 1 على 100 من الثانيه خلص لفه يعني 10 ملي سكند خلص لفه. هل عينك تقدر تلاحظ كده لو حاجه بتلف 100 لفه في الثانيه؟ ده اسرع بكتير جدا من حاجه العربيه معدي صوت ولا حتى عربيه سباق. العربيات السباق ما بتلفش العجل بتاعها بالشكل ده. فبالتالي لو بنتكلم على الميكانيكال سيستم اللي موجود جوه هذا الجهاز اللي زملائنا في ميكانيكا ممكن يكونوا بيصمموه حاجه بتلف بسرعه عاليه جدا على سمك قليل بخلوص تشغيل علشان تدخل الازرع دي وتخرجها عمليه صعبه شويه. فوق كده انتوا قلتوا لي من شويه ان المسافه دي اطول بكتير من دي ورغم ذلك هاخد نفس الوقت اللي هشيل على مين زي دي. طب كده لو انا عندي امكانيه للابره دي انها تعمل سنسنج للماجنتيك ميديا اللي خدتها بسرعه معينه هي
لو عاوزها ان انا اقرا الحاجه اللي على المسافه الصغيره هنا على المسافه الضيقه دي، يبقى المسافه الكبيره اللي واسعة هنا واللي برضو بمشيها في نفس الوقت مش هقدر اسجل عليها ديتا اكثر من اللي انا اقدر اسجله في الضيق دي، لان انا بسجل اصلا بالابره دي بسرعه معينه وبقرا برضو بسرعه معينه، قدره الابره على السنسنج بتاع الديتا. فلو انا همشي المسافه الكبيره في نفس الوقت همشي في المسافه الصغيره، يبقى كم الديتا اللي هقدر اسجله في المسافه الكبيره زي اللي انا كنت اقدر اسجله في المسافه الصغيره. طب ده اهدار للماجنتيك ماتيريال اللي موجوده على المسافه الكبيره دي كلها. انا كان ممكن اسجل فيها كميات اكبر، بس عشان اسجل فيها كميات اكبر يبقى كان لازم امشي هنا بسرعه دورانيه مختلفة عن السرعة الدورانية هنا، بحيث ان انا اكون هنا بقطع مسافات مسافة حقيقية كده، هذه المسافة الحقيقية هنا اقطع دي في نفس الوقت اللي زي دي. فده لو تفتكروا بقى من الكلام بتاع الميكانكس، حاجة تانية اسمها V تساوي اوميجا في R، دي الانجلر فيلوسيتي، ودي كان اسمها ايه؟ لينير فيلوسيتي. فانا عاوز ان اللينير فيلوسيتي هنا اقطع المسافه دي في نفس الوقت اللي بقطع فيه المسافه دي، بحيث ان انا اقدر استغل الماتيريال اللي هنا واسجل عليها بكثافه زي ما انا مستغل الماتيريال دي. وبالتالي زي ما كتب لكم هنا الاولد ديسكس كانت بتمشي بنفس الانجلر فيلوسيتي، النيور ديسكس بتستخدم كونستنت لينير فيلوسيتي. فلو حضرتك غيرت الريجس هتغير السرعه، هي حتى مش ماشيه على المسافات الربعيه وثابته، مش 100 لفه في الثانيه وثابته على كده بقى، لا ده بتغيرها كمان وبتغيرها بدقه تتناسب مع الابر بتاعتك دلوقتي عند انهي ريجس. فزملائنا في الميكانيكا اللي هم بيكونوا شغالين معانا عشان يعملوا البتاع ده، احنا مطلعين عليهم مدي لهم مواصفات شديده للصعوبه وبننفذها لهم. ومش بس كده، زميلنا ده ممكن جدا يكون بعد المحاضره شغال لابتوب، حد انا داخل المعمل خارج باللابتوب هو شغال، راح يكلمه في المعمل وبعدين بعد ما خلص معاه نزل على السلم بقى عشان يقعد تحت بره، وهو نزل عمال بيتهز وبينزل بيه والبرامج شغاله والهارد ديسك شغال وبيلف والابر طالعه داخله بتقرا اللي انت عاوزه ومفيش اي مشاكل. لما بنكون في سياره وبنتهز كده بيبقى في حاجه اسمها المساعدين بتمتص الصدمات بتاعه الاهتزاز بتاع العربيه، لازم هنا برضو يكون عندي حاجه تمتص الصدمات دي، والا الابر دي هتخبط في الديسكس دي تخدشه. لو حضرتك خدشتي سي دي بيحصل ايه بالسي دي؟ فبرضه التراكس دي لو اتخدشت السيكتورز اللي فيها اتخدشت يبقى السيكتور ده باظ. فلما تيجي تعمل له فورماتنج بعد كده الهارد ديسك ده يقول لك في باد سيكتورز كتير. فالباد سيكتورز دي هنحيها جانبا ونعمل لك فورماتنج السيكتورز السليمه. فزملائنا فعلا اللي بيشتغلوا في الميكانيكال بارتس دي هتلاقي ان هم عندهم يعني قيود عاليه جدا على الشغل بتاعهم، ومع ذلك قادرين ان هم يعملوه والحمد لله بيخدموك انت كواحد بتاع الكترونكس خدمات جميله جدا. فبالتالي نشكر يعني اخواننا اللي بيساعدونا في الكلام ده، وكذلك نشكر اخواننا الكيميكال انجينير مثلا اللي بيعملوا الماتيريالز على السطح ده. وفي النهايه انت مبني شغلك على اخوانك بتوع ميكانيكال وبتوع كيميكال وما الى ذلك، والالكتريك سيجنال اللي دلوقتي داخل هنا بتكمل انت معاه في حياتك. طيب الديسكس اللي بتتعامل بهذا الاسلوب ده لو هنفكر في الازمنه بتاعتها، هي بتاخد زمن عشان الابره دي تتحرك تحت عند التراك المظبوط. فلو انا كنت هنا الابره موجوده هنا عند التراك ده وعاوز اتحرك عشان تبقى عند التراك ده، في وقت اخدته عشان الدراع ده يوصل الابره هنا. طبعا لما وصل في اهتزاز شويه لحد ما تثبت فعلا على التراك تبقى قادره تقرا هنا. الزمن ده هنسميه سيك تايم، زمن البحث عن التراك اللي احنا عاوزينه.
ده الزمن الاول اللي موجود عندنا. طيب بعد هذا الزمن لما الابره وصلت على الصباغه اللي احنا عاملينها سواء هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا وصلت على الصباغه ده عمال بيلف. هل انا اكيد عند السكتور ده عاوز ولا ممكن اكون عند سكتور اخر؟ ممكن اكون عند اي سكتور، فلازم انتظر لما السكتور اللي انا رايح فيه يلف ويوصل عندي. فده احنا بنسميه الروتيشنال تايم، زمن الدوران قبل ما السكتور اللي انا بره بقاوم يوصل الى تحت الرجل. فده الزمن الثاني الروتيشنال تايم، السيك حركه ميكانيكيه والروتيشن حركه ميكانيكيه. اللي بعد كده في زمن بنسميه ترانسفير تايم، اللي هو الماجنتيك فيلد اللي موجود متسجل على البنت لما تحرك تحت كرنت تحت كوندكتور في الابره سبب كرنت في الابره. ده عند القراءه او عند الكتابه عمليه رئيسيه، في كرنت في الابره وفي ماجنتيك ماتيريال بتتحرك تحتها، فلما في كرنت ماشي في الابره بيتكون حواليه ماجنتيك فيلد بيؤثر في الماجنتيك ماتيريال بتاعها. فسواء ده ولا ده في تاثير ما بين الماجنتيك فيلد والكوندكتور والكرنت الموجود، والكرنت ده سواء بقى في اتجاه او اتجاه اخر بيتحول الى 1 او 0 وبيبقى موجود عندي سيفد الانفورميشن دي بصوره الكترونيه. فبدل ما كانت حاجه ماجنتيك تحولت لحاجه الكترونيه. الزمن ده الترانسفير تايم ده يعتمد لما نتكلم السيكتور الحراره حجمه قد ايه والسرعه بتاعه النقل من الماجنتيك الى الكتريك او بالعكس من الكتريك الى ماجنتيك سرعه كام. فبالتالي الزمن ده هيكون هو السيكتور سايز مقسوم على الترانسفير ريت. نلاحظ ان الزمن ده زمن بتاع عمليات الكترونيك، وبالتالي في النانو سكندز والمايكرو سكندز. الزمن الاخير اللي هنسميه انا كنترولر اوفر هيد ده مماثل للمساله اللي كنتم بتبصوا لها مع تراك الطفل بيكتور اللي فات عليكم ده، ان انا عاوز اعمل حاجه على الباص، ولما عاوز اعمل حاجه على الباص بستاذن ان انا اخد الباص، وبعدين بعمل الترانزكشن بتاعتي ببعت عليها الحاجه وبعدين بقى في الترانزكشن. فلو الحاجه اللي انا ببعتها دي صغيره قوي، فرضنا ان انا ببعت 1 بايت وبستبلش الكونكشن وبكلوز الكونكشن يبقى الاوفر هيد كتير. لو ببعت سيكتور كامل يبقى الاوفر هيد اقل من لو ببعت 1 بايت. فاكر المثال ده؟ الحمد لله. هل فيها صح؟ طب كويس الحمد لله. فده يسعدني في المحاضره النهارده. ان شاء الله ده يسعدني. ال كنترولر اوفر هيد ده ما زال رغم انه ممكن يكون فيه انفشنسي عدم كفاءه في اوفر هيد، انما ما زلنا بنتكلم على زمن برضه الكترونيك حاجات عمليات الكترونيه، فبنتكلم على نانو سكندز الى مايكرو سكندز بالكثير. في المقابل السيك او الروتيشنال كان عمليات ميكانيكيه، وحضرتك قلت لي من شويه الار بي ام كام، وحسبنا في عندنا كام لفة، وكنا معجبين جدا بزمان الميكانيكا اللي بيعملوا 100 لفة في الثانية. 100 لفة في الثانية اللي هو الوقت اللي احنا بنروح له دلوقتي. عشان ما نعيش في الثانية. 100 لفة في الثانية تبقى زمان لفة واحدة قد ايه؟ واحدة على 100 يعني كام؟ 10 ملي سكند. ماشي؟ يبقى اللفة الواحدة هتاخد 10 ملي سكند. بكرر تاني ملي سكند. الملي سكند ده 1000 مايكرو سكند. الملي سكند ده مليون نانو سكند. فبالتالي رغم ان هو 100 لفه في الثانيه ده يبدو من وجهه نظر زملائنا في الميكانيكا ده سريع جدا وكتير وكويس جدا ان هم عارفين يعملوا كده، بس بالنسبه للازمنه بتاعتنا احنا لا، ده مليون من النانو سكند. فبالتالي ده زمن بطيء جدا بالنسبه للازمنه الالكترونيه. وبالتالي لو احنا بنفكر بقى الروتيشنال تايم اللي كنت كاتبه هنا، فالابره وصلت على التراك بس السيكتور قد يكون هو السيكتور الوحيد دلوقتي حالا مش مستمتع حاجه خالص، او هو السيكتور اللي بعد شويه بعد نص لفه بعد ربع لفه ثلث لفه
او هو اللي يدوبك عدى مني حصل ده لفه جامده برمي، يبقى في المتوسط الروتيشنال تايم ده الاكسبكتد فاليو بتاعته كام؟ هو مكتوب قصادي مكتوب ان هو نص اللفه. تقدر تشرحيه ليه نص لفه؟ تقدر تسالني ثانية ليه نص لفه؟ ليه الاكسبكتد فاليو بتاع افريج الافريج ليه هو نص لفه؟ هو مثلا مينيموم ان انا واقف عند المكان بالظبط، الناس ان انا اخد لفه كامله ان انا في حاجه في النص يعني. حاجه في النص مش معناها النص بالظبط. حاجه في النص قد تكون التلت، قد تكون الربع، قد تكون التلتين. هي النص بالظبط لان بما ان احنا مهندسين وبندرس هنبدا probability distributions وبندرس random variables وبناخد e of x تساوي التكامل بتاع تمام. المسألة الدقيقة دي لو كانت الـ distribution الـ probability distribution بتاعتك uniform كلها متساوية هي ممكن تكون zero أو تلت اللفة أو ربع اللفة أو نص اللفة أو تلتين ولا أي حاجة كلها نفس الـ probability يبقى في هذه الحالة فعلا الإجابة هتطلع تطلع نص نص اللفة أو ربع اللفة. لو كان لأي سبب أسباب الـ probability ما هياش uniform ماشي هطلع نص، كان يطلع حاجة ما بينهم ما بين الزيرو والدورة كاملة بس مش هطلع نص. ده اللي هنشوفه بقى فعلا في السيك تايم. بس نخلص الأول الروتيشنال إن لو كانت اللفة بتاخد 10 ملي سكند في الحالة اللي احنا حسبناها مع حضرتك في السؤال الثاني وكان الروتيشنال تايم الإكسبكت فاليو بتاعته نص لفة يبقى 5 ملي سكند. ده كبير جدا بالنسبة للنانو سكندز اللي ممكن تكون موجودة في كنترولر وحاجات مثلا وفي حاجات اللي انتوا حسبتوها في الفيكتور المسألة اللي بتروح تحطها. فبالتالي لازم نبقى مستوعبين ان رغم ان احنا في الالكترونيك ممكن يكون عندنا ازمنة نعتبرها تطويلة لو معانا حاجة ميكانيكا ممكن تبقى اطول بكتير. رغم ان الميكانيكا ده ما نقدرش نضغط بقى على زملائنا بتوع الميكانيكا نقول لهم سرعوه عن كده هو كده وصل اعجاز يعني حلو جدا ان هو شغال. خاصة ان انت ممكن تنزل تتمشى بيه على السلم وبتاع وهو لسه شغال يعني ما حصلش حاجة. السيك تايم في المقابل بقى اللي بنفكر فيها ده الزمن اللي باخده عشان الاجابة توصل للتراك اللي انا عاوزه. فتتخيل ان الاكسبكتد فاليو تكون بتاعته ايه؟ عندي يعني انا لو انا هنا ممكن اكون بتحرك من هنا لابعد تراك عندي جو او لابعد تراك عندي تراك خالص او التراك اللي جنبي او التراك اللي قبليه تتوقع الاكسبكت فاليو بتاعته كام؟ نص. ليه؟ يبقى انا زدت الاكسبكت فاليو بتاعتها بتاعتها. طب يعني في يوم من الايام برضه مساله انا حليتها في حاجه ثلاث ربع يعني وفي مساله ثانيه في حياتي حليتها ثلاث ربع على طاير. ف يعني يقول لي طيب في علاقه ما بينهم اقول لك اه تلت زمان ان في مساله في يوم حليتها في ثلاث ربع انت هنا مش بتتحرك على الدايره خد بالك انت هنا بتتحرك الابره دي تدخل او تخرج ده بيلازم كده صحيح بس الابره دي بتخرج على بيز على حسب على حسب الريديوس على حسب طول الريديوس حسب عدد الريديوسات. طيب ففي عدد تراكس والريديوس ده طوله قد ايه؟ بس في حاجه مهمه هو البروبابيلتي هنا هتبقى تتعلق بايه؟ انت هتروح على اي تراك ده بيعتمد انت هتقرا الفايل ازاي مش كده؟ طب انت اصلا هتكتب الفايل ازاي؟ انت غالبا هتقرا الفايل زي ما انت كتبته فانت بتكتب الفايل على التراك بطريقه راندم على اي تراك ولا المنطقي ان انا لما تكتب في فايل هكتبه مثلا على السيكتور ده ولو الفايل اطول من السيكتور هكمل على نفس التراك ولو الفايل بتاعي اكبر من هذا التراك ما حركش الابره ما حركش الافره وانما اكمل على نفس التراكس على التراكس بنفس السيلفر ولو كان الفايل بتاعي فعلا اكبر من مجموع كل التراكس بنفس السيلفر ابقى ساعتها احرك الابره دي بس مفيش داعي ان انا احركها لاي حته بعيده كده احركها مثلا التراك اللي وراها على طول
او التراك اللي قبله على طول، بحيث ان انا ابقى قادر الامكان بقلل الوقت اللي بستخدمه في الكتابه. وبالعكس بقى في القراءه انا بقراه ورا بعض برضه من نفس الحته. فبما ان المنطقي المتوقع العقلاني ان الاوبريتنج سيستم هو بيكتب الفايل كان يكتبه بتراكس متتاليه، يعني سيكتورز متتاليه على نفس التراك وتراكس فوق بعض السيلفر وتراكس قريبه لبعض، يبقى المتوقع الاوبريتنج برضه انا بقراه مع فرانك. فبالتالي الاقرب او الموست بروبل ان هو هيكون عند سيك تايم يا اما زيرو قرب ان انا مش هتحرك هقرب نفس السيلندر، او سيك تايم صغير تراكس قريب. حد سمع عن حاجه اسمها فراجمنتيشن وعكسها دي فراجمنتيشن في الهارد ديسك؟ لو هارد ديسك مثلا السايز بتاعه يعني موجود يعني فايل مثلا بيتخزن في الهارد في اماكن متفرقه فبعمل دي فراجمنتيشن انت بتقرب. بس مين اللي بيقول لو عندي هارد ديسك وفي فايل والفايل ده متسجل في اماكن متفرقه يبقى انا ممكن ان انا اعمل له دي فراجمنتيشن، ان انا الم القطع المتناثره دي تبقى جنب بعض في حته واحده عشان يبقى اصعب، يبقى الاكسس تبقى اصعب. فكلمه فراجمنت بالانجليزي معناها قطع او كسر، فراجمنتيشن هي التكسر او التقطع، والدي فراجمنتيشن هو اللملمه، فانت بتلملم القطع المتناثره دي في مكان واحد. ففعلا لما بيكون عندك مثلا حضرتك الريبورت اللي كان المفروض تكتبه في وسط الابلكيشن بتاع امبارح ده، كانت فيه سطر وعملت له سيف، وبعدين بعد 10 ايام لما ربنا فتح عليه تاني وابتدى يفكر يعمل حاجه ابتدى يفتح تاني الريبورت الالكترونكس مثلا، راح كاتب فيه سطرين يفتكر ده المره كانت مش اصلا مش شغال الكترونكس، ده كان بيشتغل حاجه في الكمبيوتر مثلا، فراح قافل بتاع الالكترونكس ده والكتاب بتاع الكمبيوتر، وعمال كل مره لما ربنا يفتح عليه كده يكتب كلمه سطر اثنين في فايل مختلف ويعمل له سيف. مع كثره العمل على مدار سنوات على جهاز وانت كل شويه تفتح فايل تكتب فيه حاجه وتفتح فايل اخر وتكتب فيه حاجه وتشتغل، الفايل الاول كتب في المكان ده، الفايل الثاني بعده والثالث بعده، ثم كنت عاوز تنمي هذا الفايل تكبره لانك بتزود فيه حاجات، بس مفيش مكان وراه مباشره. فالاوبريتنج سيستم هيخلي الداتا دي هنا وهيكمل في حته اخرى بعدين. فمع الاستخدام الكثير مع الزمن هيبقى قطع القطع اللي هي اجزاء من فايل واحد موجوده في اماكن مختلفه على ديسك مختلفه. ويلاحظ مع الزمن ان لو ده زاد يعني ان في هذه الحاله بتبقى الاكسس للديسك بطيء. فممكن في ديسك يوتيلتيز بتعمل لك دايجنوز بتعمل لك تشخيص لحاله الديسك وتقول لك كمل فراجمنتيشن اللي حصل فيها ايه، ولو لقيت لو في بتقترح عليك انها تعمل دي فراجمنتيشن بانها تبحث عن مكان فارغ في الديسك تدور على فايل متناثر تلم القطع بتاعته وتحطها في مكان ده وتفضي بقى الاماكن اللي هو كان متشيل، ثم فايل تاني لما القطع وتحطها في مكان على بعض وكره بعض وتفضي القطع اللي كان شايلها، القطع العماله بتفضى دي بتكون لي قطع كبيره دلوقتي فاضيه في المكان ده تلملم فيها فايلز. فينتهي العمليه بان اغلب الفايلز اللي عندك على الديسك بقت ورا بعض، وبقى الاكسس ده اسرع من ان انت عمال تنط بالابر بتاعتك دي عمال تتحرك. فبالتالي بيبقى الهدف ان نقلل السيك تايم، السيك تايم ده في الواقع بيبقى في حدود عشرات الملي سكند، 20 ملي سكند، 30 ملي سكند، لو سريع ممكن 15 ولا 10 ملي سكند. فبالتالي دي ازمنه توازي الاف الى ملايين من اللي عندنا في الالكترونيك تايمز بتاعت الحياه النانو سكند والمايكروسكوب. ومن ثم الازمنه دي خطيره قوي. فنشأت مع الزمن فكره طيب الميكانيكال ماجنتيك هارد ديسك دول مطاع. ايه بقى المشكله في ان احنا نعمل ما يسمى سوليد ستيت رايت سوليد ستيت هارد ديسك. سوليد ستيت كلمه عامه تعني الحاله الصلبه. سوليد ستيت الكترونكس هي الكترونيات الحاله الصلبه اللي هي مش حاله سائله ومش حاله غازيه. انا بتكلم بجديه يعني سواء في الفيزيكس ولا المعنى بتاعها بالنسبه لنا. يعني احنا بنتكلم على
physical state, they are solid state. ليست liquid state ولا vapor state. فالsolid state electrons اللي هي السيميكوندكتور اللي بنتكلم عنها اللي فيها بصوره عامه الازمنه بتاعتها اصعب بكتير. وبالتالي solid state drive هو harvest ليس mechanical وليس بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده خالص, وانما هو عباره عن flash memories non volatile. دي اللي جاوبت على السؤال الاولاني اللي كان عندكم في الامتحان يعني. لو انا عاوز يبقى عندي درايف من الفلاش ميموريز يبقى هو لازم هو يكون نان فولاتايل اللي انا حاطط في الباور وعاوز اتخلص من المعلومات دي. الاجابات معاك مش كده ولا بس خالص؟ يعني الاجابات مع خالد بقى لها كام يوم يعني, فباذن الله هتجيبها يمكن السكشن جاي يوم الاثنين يعني. الحاجة الثانية المهمة اللي بتميز ان احنا تبقى عندنا درايفز في صورة solid state كده السرعة. بدل ما نتكلم عن حاجات بالملي سكند انا بتكلم عن حاجات بالنانو سكند. الفلاش ميموريز ممكن تكون مثلا سرعات solid state درايف 200 نانو سكند مثلا وتقدر تكتب وتقرا منها, بينما ده الماجنتيك ميكانيكال هاردس كده بتكلم فيه على ملي سكند, عشرات من الملي سكند. ففي فارق يعني آلاف الأضعاف في الديزاين. حاجة تانية مهمة حضرتك ارفع كده معلش الآلة بتاعتك دي, شايفين حجمها قد إيه ووزنها قد إيه فيه؟ لو أنا قلت له يمسك اللابتوب بتاع زميله اللي جنبه اللي جنب منه ويرفعه, هل يتوقع إن هو يرفعه كده بدون اكتراث يعني بسهولة؟ لا, هيبقى الوزن اتقل الحجم اكبر. الريلايبيلتي بتاعتهم كمان الميكانيكال في اجزاء ميكانيكيه بتتحرك, وحضرتك حذرتيني ان الاجزاء الميكانيكيه دي لو تخبطت في الصف هتفلشوا سيكتورز مخصوص, فلازم تاخد بالك من كده. الفلاش ميموريز اللي عندك فيها حاجه بتتحرك؟ لا, يعني لو حط الموبايل ده تجيبه وكان نازل السلم في خوف, طب كان بيجري ورا الاتوبيس في خوف, فنط من الاتوبيس وقع في الشارع على جنب الموبايل ممكن يقع, وحتى لو الموبايل ما وقعش مش مهم قوي الموبايل قد ما هو لما وقع الاتوبيس وقع قدام ايه يعني, ففي خوف. بس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها هنا ان السولسي درايفز اللي ناشئه على الكترونيك ديفايسز كده هيكون الريلابيلتي بتاعتها يعني الاعتماديه عليها مع المدى البعيد ومدى احتمال حدوث اعطاء فيها اقل. فريلابيلتي اعلى, سرعه اعلى, وزن اخف, حجم اقل, كلها مزايا. ايه اللي مخلينا مش كل حاجه في الدنيا سوليد ستيت درايفز وما زال عندنا الماجنتيك والميكانيكال هاردس ماشينز؟ غالي السعر في حاجه والسعه التخزينيه في حاجه ثانيه. لو احنا بنتكلم على فلاش ميموريز اللي ممكن تبقى في السوق, اكبر فلاش ميموريز في السوق حاليا لو بنتكلم على السوق المصري هنا نقارن السوق المصري في فلاش ميموريز كمكنات بروسيس, اكبر ساعات تخزينيه موجوده في السوق في فلاش ميموريز كام؟ 64 جيجا بايت. طيب والماجنتيك ميكانيكال هارد ديسكس في 4 تيرا بايت, فرق كبير في الساعه التخزينيه. طيب 64 جيجا بايت فلاش ميموري سعرها كام تقريبا؟ 120 ماشي. الماجنتيك ديسك سعرها كام؟ التيرا بايت. فيعني مش تقريبا كام؟ مش عارف تاني. النقطة الأساسية هي إن هتقدر تحصل على ساعة مجزية أكبر بكتير بسعر اقل بكتير من حاله الفلاش. فالى اليوم ما زال السعر التخزينيه الكليه والسعر لصالح الميكانيكال ماجنتيك هارفستس. سرعه استجابه الجهاز للمعلومات ووزن والريلابيلتي بتاعته والحجم الكلي بتاعه لصالح فلاش ميموري سوليد ستيت درايفز. وبالتالي من المهم
تستنبر ماشي ازاي. طالما انت فاهم المزايا والعيوب بتوع الاثنين يبقى تقدر تفهم ليه في احد التطبيقات استخدم ده وليه في التطبيق الاخر استخدم ده. ما ينفعش ان انا استخدم الماجنتيك ميكانيكال هارد ديسك ده في الهاتف المحمول السمارت فون وإذا الوزن هيبقى تقيل حجمه هيبقى كبير الريلابيلتي بتاعته هتبقى اضعف لان فعلا المحمول هدفه انك تحطه في جيبك وتتحرك طول الوقت وبالتالي عاوز يكون مور ريلايبل عن الحاله دي. وفي المقابل انا مش محتاج على الهاتف المحمول ساعه تخزينيه يعني على الاقل محتاج مكانش عالي قوي ساعات تخزينيه ب 4 تيرا بايتس. لو عاوز الساعات دي خليها بقى في اللاب توب. بعض اللاب توبس هي سولد ستيت درايف عشان تبقى اخف في الوزن مثلا. فهو مع الزمن الاتجاه هيتجه اكثر ناحيه السولد ستيت درايفز خاصه مع الماس برودكشن وتقليل الاسعار بتاعتها وزياده الساعه التخزينيه. انما في المستقبل القريب على ما حضراتكم بتتخرجوا كده في السنه ونص الجايه عندنا الاثنين والاثنين موجودين. والاثنين اكبر حجما من المين ميموري اللي عندي في الجهاز والاثنين ابطا من الميموري اللي عندي في الجهاز. فالاثنين سواء ده ولا ده لو عايزين نستخدمهم كمستوى بعد المين ميموري وبعد الكاش بيدوني نفس الفكره بتاعت ان انا عندي حاجه اكبر وابطا من اللي موجود عندي في المين ميموري وعايزين نستخدمه بقى بناء على هذا. طيب بما ان الديسك بطيء بهذا الشكل يبقى انا الوحده اللي بتعامل بيها مش هتبقى بتكلم ان انا بروح اجيب بايت وارجع بايت وهنا الاوفر هيد زي اللي حضراتكم حسبتوه في المساله بتاعت الميد تيرم بتاعت الكره بتطبق تبقى الاوفر هيدز عاليه قوي في ترانسفير على الباصص لان هو بطيء جدا في الشغل. فالوحده اللي بنتكلم عليها بتسمى بيج بدل ما كنا في الكاشز بنتكلم ان انا بجيب البورد ده هو وان وورد كلمه ولا اربع ووردز وهعمل دي 16 بايت مثلا. لا هنا قالوا مش هنسميها وورد اسمها بيج يجيب لك صفحه كمان مش كلمه هيجيب لك صفحه. الصفحه دي ممكن تكون مثلا 4 كيلو بايتس الى 16 كيلو بايتس في عدد السيستم. الحاجه الثانيه اللي ممكن نفكر فيها ان لما كنا بنتكلم على الكاشز ابتدينا بطريقه سميناها دايركت مابنج والدايركت مابنج ده كان بكل بساطه بنقول ان لو عندي عدد أماكن لو كان عندي 8 أماكن مثلا كنا بنقول إن أنا هسميهم 0 1 2 3 4 5 6 7 والأدرس 0 والأدرس 8 والأدرس 16 والأدرس 24 كلهم بيتحطوا في المكان حتى لو عندي أماكن تانية فاضية هيجوا مع بعض هنا ممكن يعملوا كونفليكت مع بعض يعملوا تعارض مع بعض وواحد منهم يزق الثاني يحركوا مع بعض. فده زي ما يكون في حد داخل من الخارج دلوقتي وبيقول لنا انا مكاني هنا قوم اطلع بره ده بيعمل شويه وماسكه وحاطه من الشباك ده وكده. ليه انا مكاني هنا؟ هو كده لازم اقعد هنا. فده الدايركت ماب وبيؤدي الى كونفليكت ميسز كثيره. فعشان نقلل كده ونقول يا ابن الحلال في مكان تاني فاضي اقعد فيه خاصة ان النقل من والى الديسك بطيء جدا فلازم نفكر في طريقة مابنج اخرى تسمح لنا بفكرة ان نقول ده في مكان تاني فاضي اقعد فيه. عشان نعمل كده هنبتدي نفكر في طرق مابنج مختلفة وهنبتدي نقول طب لو بصينا للاماكن دي وانا قلت لك بص انا مش عاوز مشاكل انا هقول لك أنا ما عنديش 8، عندي 4 أماكن بس. عندي 4 أدرس مختلفين بس. حاجة اسمها 0، حاجة اسمها 1، حاجة اسمها 2، حاجة اسمها 3. الحاجة اللي اسمها 0 عندي جواها في طريقين، في سكتين، في حاجتين جوا. فلو فرضنا جدلا إن أنت دلوقتي بتقول لي الأدرس بتاعتي هعمل فيها ايه؟ هقول لك انا عندي 4 اماكن بس. فالحته الاولانيه بتاعتي دي ممكن يجي فيها 0 او 4 او 8 او 12 او 16 او 20 اي حاجه من المضاعفات الاربعه دي في المكان الاولاني. فبتقول لي طيب ماشي ابتديت تشتغل
ولقيت عندك بعد شويه انت محتاج صفر جبته ورحت حاطه هنا. وبعدين بعد شويه محتاج رقم 4 هتجيبه تحطه فين بره؟ احطه جوه ده. طبعا عندي كمانين ممكن احطه هنا؟ اه مفيش مشكله احطه. فكده يبقى بسبب ان انا عندي تو ويز سكتين مكانين جوه اقدر احافظ على حاجتين. فيبقى انا ما سببتش ان الخناقه دي تطرد الاولاني وحط التاني مكانه ويفضلوا يتعارضوا على نفس المكان. انت طبعا مش عاجبك تقول لي والله انا بعض البرامج اللي عندي ممكن يكون فيها ثلاث اربع حاجات بتتعارض على نفس المكان مش بس حاجتين. ولا بس انا ما بحبش ان انت تزعل خالص. انا يا عم ما عنديش اربع اماكن انا عندي امرين بس. وده جواه في اربع سكك بحيث ان انت لو عاوز تجيب لي صفر واربعه وثمانيه واثناشر ممكن اشيلهم لك. اتفضل. اما
على مستوى الكاش، يعني ممكن الكاش بتاع عمولها مع الليمة يكون بتستخدم دايركت مابي زي ما تكلمنا المرة الماضية، او لما تقول 2 ways of associate او 4 way او 8 ways او 16 way او كل يزوج. بالنسبة لتعامل الميموري مع الديسك، بسبب ان الديسك فعلا بطيء جدا على الميموري، يبقى يفضل ان انا اقلل الكونفليكت ميسز قدر الامكان، وبالتالي اللي فعلا بيستخدم هو ما بين الميموري والهارد ديسك هو الفولي اسوشيتد. فالفولي اسوشيتد هو اللي بيستخدم ما بين الميموري والديسك. الـ 2-way دي اللي انا قسمت الميموري وحدتين بس اللي هي صفر والـ 2-way اللي هو انا عندي 2 لدي و2 لدي و2 لدي 4 way يبقى عندي الأربعة لدي وأربعة لدي. ايش هو لا تقسمها دي مين ميموري؟ لا لو دي بتتكلم ما بين الميموري والديسك يبقى دي مين ميموري، لو بتتكلم ما بين الكاش والميموري يبقى دي كاش. البيج دي لعبة جايه من الهارد ديسك طبعا. بيج دي طيب هنعمل الترجمة ازاي بقى؟ احنا نتكلم شويه ان انا عندي ديتا بتتكلم في بيجز، وانت متخيل انك ماشي من الادرس الصفر الى ما شاء الله، وانا في الواقع عملت ريلوكيشن للبيجز بتاعتي اللي موجوده في مكان ما في الميموري، قد تكون في اي مكان في الميموري النهارده مختلف عن امبارح، مختلف عن من اسبوع فات او اسبوعين فات، وانا ممكن الاقيها زي ما عايز. وحتى اثناء نفس عمليه التشغيل البيج الثالثه بتاعتك ولا البيج الثانيه كانت حاليا في الميموري في مكان، وبعدين حركت او قطعت استخدامها لسبب او لاخر فانا استبدلتها وجبت حاجه ثانيه مكانها، وبعدين حركت رجعت لحاجه ثانيه فجبتها لك ثاني، بس مش لازم لما جبتها لك في المره الثانيه خليتها في نفس المكان. لو انا فعلا فولي اسوشيتد هجيبها لك في المكان الفاضي، ده قد يكون مختلف. وبالتالي انا لازم دائما اكون قادر ان انا انقل ما بين الفيرتشوال ادرس والفيزيكال ادرس. طب لما انت كنت بتقول لي هات لي الادرس 2100، افترض لحظيا كده ان البيج بتاعتنا طولها 1000، فبتقول لي هات لي ال 2100 وانا البيج دي حاططها لك عند 16000، يبقى انا بدل 2100 هجيب لك من 16100، يبقى انا هشيل الاثنين واكتب بدل 16 وال100 نازله زي ما هي. لو قلت لي بقى ستور بقى الريزلت بتاعي في 2104 هعمل نفس الحاجه، اشيل الاثنين واحط بدل 16 وانزل ال104 زي ما هي، يبقى هعمل ستورنج في 16104 صح؟ يبقى انا عندي دلوقتي بيج اوفست اللي هو بيديني انت عاوز اني ادرس جوه البيج، ده هنزله زي ما هو. اللي بغيره هو رقم البيج الفيرتشوال اللي متخيله الى فيزيكال بيج، فالاثنين خليها 16. طيب العمليه دي عملها ازاي؟ لان انا فاكر انا لما جبت البيج 2 بتاعتي دي حطيتها في المكان 16. طب مين انا؟ الاوبريك سيستم اللي جبتها لك من الديسك، انت مش عارفني ولا ايه؟ طب انت فاكر ازاي؟ ما انا سجلت الكلام ده في ورقه عندي. الورقه دي اسمها ايه؟ البيج تيبل. فانا في عندي جدول سجلت فيه الترجمه ان 2 ينظرها 16. البيج تيبل ده انا مسجله فين؟ في الميموري. لا ما هو انا في الهارد ديسك يبقى انا محتاج اجيبه من الهارد ديسك عشان اتعامل معاه. هو معايا في الميموري انا كاوبريك سيستم، انا الاوبريك سيستم انا نفس البرنامج شغال على ومعايا الحاجات في الميموري اللي انا ببص عليها. فمعايا في الميموري اللي انا ببص عليها تيبل بيقول لي ان بالنسبه للبرنامج بتاعك دي 2 ينظرها 16. طيب البيج تيبل ده في الميموري، يبقى لما البرنامج بيقول لي هات لي 2100 انا لازم اروح الميموري الاول اشوف 2 دي ينظرها 16 وارجع من الميموري اروح مغير ال 2 اخليها 16
بتبقى 16-1-0-0 وده الادرس اللي اروح للجيم بقى اقراه وارجع للنادي واقول اتفضل يا عم دي اللي في الكراسة كده هروح يومي مرتين يعجبك الكلام ده؟ لا فبالتالي الكلام ده مش عاجبها الكلام ده النهارده بس اللي هنمرره على العقم بتاعه ده ان انا عشان حضرتك تقرا حاجه من الميموري اروح على الميموري مرتين مره عشان اترجم لك الاثنين تبقى 16 ومره ثانيه عشان اقرا لك انت كنت عاوزه وده اللي قلت لكم من بدايه الحلقه النهارده ان في حاجه بتقابلنا مشكله في النظام اللي احنا بنعمله لازم نحلها الاسبوع الجاي هي دي المشكله ان ما ينفعش اروح الميموري على مرتين هنحاول نحل ده بحيث ان المره الجايه لما تطلب مني ادرس اروح مره واحده اجيبه لك اتفضل البيج تيبل في الميموري انت عرفت الفيزيكال ادرس انت عرفت كده ان انا كنت لما قرات من فتره البيج بتاعته نمره 2 حطيتها فين في الميموري حطيتها في عند 16 فهي موجوده في المكان السادس عشر في الميموري البيج تيبل قال لي ان البيج الثانيه بتاعته معاك في الميموري في المكان 16 هو الفيرتشوال ادرس لو كان مكانها في الهارد لا الفيرتشوال ادرس هو الادرس البروجرامر متخيل ترتيب البرنامج بتاعه ماشي ازاي مكانها في الديسك فين انت زي ما كنا بنتكلم من شويه ممكن الفايل بتاعي يكون على اي مكان في الديسك ممكن حتى انقله من مكان لمكان فلك ادرس على الديسك او مكان على الديسك ده موضوع لك مكان في الميموري ده موضوع انت نفسك جوه البرنامج معتبر ان انا بدايتي هنا والادرس 100 وشويه ده هقرا منه ديتا هسجل النتيجه في 104 ده ترتيب البرنامج بتاعك انت الادرس اللي انت متخيل ان انت ماشي بيه ملوش علاقه بقى انا حاطك حقيقه فين في الميموري ولا حاطك حقيقه فين في الديسك دكتور طب الحته اللي احنا بنتكلم فيها ان انا خلاص جبت من الهارد وحطيته في الميموري بنتكلم بقى في الفيرجوال والفيزيكال ماليش دعوه على كده ازاي من الهارد حضراتكم لو بتتسألوا جبتوه ازاي من الهارد هو كان مكانه فين في الهارد وحطه فين في الميموري الاسئله دي باذن الله تعالى السنه الدراسيه القادمه الفصل الدراسي الثاني الماده الاختياريه بتاعت الاوبريك سيستم الدكتور هاني السيد ماشي برضه المعلومات مش محجوبه ولا ممنوعه عنكم ولا اي حاجه المحاضرات موجوده لو عاوز تقراها روح لهم الدكتور هاني وحدها والراجل خدوم جدا وبيحب يشرح واستاذي وعلمني وانا درست معاه اوبريك سيستم لما انا كنت زيكم كده في سنه رابعه من 20 سنه فبالتالي هتاخد المعلومه كلها بدون اي زياده ولا نقصان يعني المعلومات موجوده من 20 سنه ما تقلقش لا النهارده هنروح الميموري مرتين والكلام ده النهارده بس مش الاسبوع القادم لان احنا اتفقنا ان ممكن اكون كوبينج سيستم لما قرات البيج الثانيه من البرنامج ده من الديسك جبتها وحطيتها في المكان 16 في الميموري عندي فانا سجلت عندي في مكان ما اسمه بيج تيبل في الميموري بتاع الكوبينج سيستم ان اثنين البيج اثنين بتاع البرنامج ده موجودة في المكان 16 ودي متسجلة في البيج تيبل طيب لما سجلت الكلام في البيج تيبل ابتديت اقول البرنامج اشتغل بيطلب مني الادرس 2100 انا محتاج اترجم دلوقتي من ال 2000 دي ينظرها ايه؟ فينظرها 16 عرفت المعلومة دي منين من البيج تيبل يبقى انا كونفرنس مش هعرف دي المعلومة قرأت من البيج تيبل لقيت ان هو 2 يناظر 16 البيج تيبل ده معمول ازاي؟ بكل بساطه قدام النتيجه جدول كده ادي الجرشر بيج نمبر وادي اوبسيت اخد ده ادخل بيه كعنوان هنا يطلع لي فيزيكال
بيج نمبر اللي كان متسجل هنا ده الزق جنب الاوفس ده اشتغل بيقول لي هات لي 2100 طب يا ترى مين دي ومصدرها ايه هروح ماسك 2 داخل بيها هنا طب قلت لي 16 يبقى عندي 16 100 هروح واخد ده رايح للادرس ده في الميموري فعلا جاي منه بقى المعلومه ومركبها للادرس يبقى كده رحت الميموري مرتين مره عشان اجيب دي ومره عشان اجيب المعلومه اللي كانت فعلا موجوده دي مشكله لان كده هروح الميموري مرتين والميموري بطيئه عن البروسيسور وبتطلع فهنحاول الاسبوع القادم ان شاء الله نحلها مستعجل قوي هروح معاك يا رب معاك نعم سيدي معلش هو دلوقتي البرنامج خلاص قلت ان انا شغاله في مثلا في 10 ولا 10 بيتش ممكن دي بيتش من 2 دي انا عايز اعرف انت مسجلها فين في الميموري يعني انا حضرتها فين في الفيزيكال ميموري ده؟ اني ميموري ده حاجه الرام لكن الديسك اللي هو الهارد يعني هو الرام اللي هي الرام ولا هو هيشغله اصلا؟ جزء منه على الهارد وجزء منه في الرام ماشي واللي انا بشتغل فيه دلوقتي بجيبه في الرام زي بالظبط هو البرنامج في الكاش ولا في الميموري؟ في الاثنين واللي انا شغال فيه بقى معايا في الكاش نفس الفكره ما بين الميموري والديسك اللي انا شغال فيه في الرام وبقيت على الله وكل شيء احنا بنتكلم من ده وده طيب انا قلت انا عايز اروح للبيت شوب انا عايز اعرف البيت شوب مش معاك في الميموري لو مش معاك في الميموري وهتجيبها الاول تحطها في الميموري وتشتغل بيها وهي في الميموري لحد ما تبقى مش محتاجها انا كنت بسال بقى الاول بروح للتيبل ولا انا حاطه هتكتشف انها مش معاك اصلا في المين ميموري وموجوده في الديسك انا عايز اجيب بقى الديسك هتروح تجيبها من الديسك وترجع حطيتها في المين ميموري الفيزيكال ادرس ده مش بتاع الديسك الفيزيكال ادرس ده هو مكانها فين في الميموري امال الفيرتشوال ادرس ده العنوان اللي البرنامج بتاعك يقول عليه البرنامج بتاعك يظن انها في المكان 2100 انا فعلا لما جبت برنامجك النهارده حطيته في الميموري ما حطيتوش بحيث ان 2100 دي تبقى عند 2100 حطيته بحيث انها تبقى عند 16100 طب ده ليه معايا؟ ليه؟ ليه؟ عشان بكره لما حضرتك شغلت الجيمز والفيديوز واليوتيوب مثلا بقى شغلتهم مش بنفس الترتيب فمش لازم ان المكان 2100 ده فاضي عشان احطك فيه البرنامج بس مكان معين البرنامج بيظن دايما ان هو شغال من ادرس صفر الى ما شاء الله دي الادريسز اللي البرنامج ظان ان هو فيها انما انا فعلا حاطه فين في الميموري ممكن احطه فين ده الريلوكيشن اللي اتكلمنا عليه في البدايه وبكره احطه في حته ثانيه فانا طالما عندي دايما القدره ان انا انقل العنوان كده يبقى البرنامج يفضل على العناوين اللي هو بيظن ان هو شغال بيها اللي هي من صفر الى ما شاء الله انت اقترحت علينا برنامج فيه 10 بيجز فالبرنامج بتاعك انت بيظن ان انا شغال من زيرو لحد 10000 دائما هو معتبر نفسه شغال من زيرو لحد 10000 انا بقى حطيته في الديسك في بدايه الديسك في نص الديسك في اخر الديسك ملوش دخل حطيته في الميموري في نص الميموري في بدايه الميموري في اخر الميموري برضه ملوش دخل لما انا حطيته في الميموري بحيث ان 2000 ينظرها 16000 يبقى انا هترجم ان الاثنين وطلع لي من هنا 16 ويبقى 2100 اروح اقرا من الميموري للرام في المكان 16 بالظبط في الادرس اللي هو بتاع الميموري في الادرس اللي في الهارد ايوه فين بقى الادرس الهارد
ان شاء الله هو ده دكتور يعني مع دكتور هاني السنه الجايه. مش هقدر ادي لك كل المعلومات في محاضره واحده. اتفضل. ليه مش نفس حاله الديتا فيزيكال؟ هو ليه بيشرع نفسه؟ كويس جدا. احنا مش اتفقنا من شويه ممكن يكون عندك برامج ربنا فتح عليها زي اليوتيوب فيديو زيرو ده حاجه اكبر اصلا من التفسير اللي عندك؟ طيب انا عشان اوصل لاي حته في البرنامج ده في الداتا بتاعتي كبيره جدا مش محتاج لها عدس كبير؟ ممكن تكون اكبر من الفيزيكال اللي انا فاهمها. وانا جاي منها الحته اللي زي بالظبط ما الكاش بتبقى صغيره والميموري كبيره والادرس بتاع الميموري كبير بس الادرس للكاش نفسها الكاش الاندكس بتاعها حاجه صغيره. ماشي. طيب خد بالك جميل جدا 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 سؤال حضرتك ده. كنت بتعملي ايه هناك طيب؟ حبيبنا ده كان شغال كام ابلكيشن بقى؟
عشرات من الالعاب ومئات من الفيديوهات والالاف من الانشيد والاغاني كل ده شغال عندي. لو كل واحد من هذه التطبيقات بياخد له جدول 4 ميجا بايت يبقى انا الميموري بتاعتي هضيعها في كده. لاحظي ان صديقنا الاخر كان بيدعي لي ان البرنامج بتاعه 10 بيجز بس. طب حضرتك عامله جدول ممكن يصل الى 1 ميجا من الانتريز كل انتري بتنظر بيج باعتبار ان الفيرتشوال ادرس ده الفيرتشوال بيج نمبر ممكن يتطلع من 20 بيت كلهم سبوت زيرو زيرو كلهم الى كلهم حي. بس البرنامج بتاعه هو برنامج حقيقي فعلا هو مشغله برنامج صغير ما فيهوش مليون بيج ما فيه 10 بيج بس. رغم ذلك الكلام اللي انت عملته لحد دلوقتي معايا انت معتبره هو لو البرنامج ده كان كبير وكان فيه مليون بيج يبقى انا هختار له جدول في مليون مكان واسجله. فعملت الجدول ده هو البرنامج بتاعه فعلا في 10 بيجز بس فبستخدم اول 10 اماكن وبقيه المليون كلهم فاضي انا ما عنديش اصلا بيجز. ده اهدار ولا مش اهدار؟ طب تحليها ازاي؟ بص كده اول حل مكتوب عندك. اول حل ان احنا نقول موبايل برنامج فيه 10 بيجز بس يبقى انا الجدول بتاعي فيه 10 بس. مش لازم اقول ان الماكسيموم سايز اللي ممكن يوصل له هو مليون فحجز له مليون على طول. هحجز له 10 بس. ولو اثناء ما البرنامج ده شغال ابتدى ينزل داتا ابتدى يكبر فيشتغل يعني ويكبر هبقى اقول ان هو بدل ما هو حجمه 10 حجمه 11 ولا حجمه 15 ولا حجمه بقى ايا كان في عندي ريجستر معلومه بتقول لي الليمت طول البيج تيبل ده بقى قد ايه. فانا كاوبريتنج سيستم عندي الى جانب الجدول اللي فيه الترجمه دي عندي معلومه تقول لي هو طول الجدول ده قد ايه اصلا عشان ما يبقاش عندي اوبريتنج سيستم. ده حل بسيط. فكده بالنسبه للبرنامج بتاعك اللي كان فيه 10 بيجز بس هيبقى الجدول بتاعها له طول محدد بانه 10. طيب ابتدى البرنامج ده فعلا يكبر في الداتا بتاعته بينمو وحجز بيجز اكتر هنغير الريجستر ده منه بقى من اللي فيه 10 ومن اللي فيه 11 واللي فيه 12 على حسب عايزين نكبر الجدول. بعض الزملاء قالوا طيب كده مفترض ان لو عندي ميموري وانا كبرنامج كنت متخيل ان انا ابتدي من ادرس زيرو في الميموري ومسجل نفسي في المكان ده كده في الميموري ودول ينظروا 10 بيجز مثلا اللي هو البرنامج اللي انا شغال فيه ثم البرنامج ده طلب ميموري الوكيشن زياده فحضرتك اديتني ميموري ليه هنا فانا كبرنامج بنمو في هذا الاتجاه واديتني ميموري ليه وبالتالي قلت ان انا بدل ما اكون 10 بيجز بقيت 11 بيج فعند الاوبريتنج سيستم الدكتور يسجل كام بيج تيبل بتاعتي ضفت له طورت له البيج تيبل شويه قلت ان حجمه بقى 11 ضرب 10 الليمت ماتش استخدمت كان فيها 11 ضرب 10 كلام جميل. بس انا ايضا كنت احيانا كثيره بفترض ان غير ما انا عندي ده عندي حاجه ثانيه اسمها ستاك والستاك ده كنا بنفترض احيانا ان هو في نهايه الميموري هنا ولو رميت عليه حاجه بينمو كده لو رميت عليه حاجه ثانيه بينمو فبينمو في اتجاه ده وبالتالي انا عندي نمو في اتجاهين مش في اتجاه واحد. فالكلام بتاع الليمت ريجستر بتاعي ده ما ينفعنيش. فالناس زملائي في المهنه اللي قابلتهم هذه المشكله من 30 40 سنه ما حبوش يزعلوني برضه
طرحوا قالوا الاقتصاد الثاني غير هذا الاقتصاد الثاني. هذه بالضبط مش مشكله. حط مين؟ انت او هي او انا كلنا بنعمل سوا يعني في الشخص. فحط كل شخص واحد يشير الى لو انت ماشي من قدام توصل لواحد فين وانت ماشي من ورا توصل لواحد فين. على فكره انا بنسى السلايد دي زي واحد من الاثنين اللي كانوا سلايدز في المحاضره السابقه اللي كنت قلت لكم هم برضه بعتوا 100 وعشان بس تبقوا عارفين ان في حاجه في الدنيا احسن من ناخدها. فالسلايد دي مش معانا في الامتحان. السلايد دي بس بيت الخطا معانا. فدي مع اخواتها الاثنين اللي كانوا بره قبل كده. هدفها ان بس تبقوا عارفين في حاجه هنا في الدنيا. في ناس قالوا بص انت اصلا اللي انت بتحكيه لي ده كله كلام مش عاجبني. لو انت بتقول لي انا كان ممكن يبقى عندي 1,000,000 بيج بس البرنامج فعلا بتاع زمان ده في 10 بيجز بس مستخدمه، ليه تعمل لي جدول في 1,000,000 مكان وبعدين تقعد تخوتني بالخوت دي كلها؟ ده انت حتى يا عم ال 10 بيجز اللي البرنامج فعلا حجم 10 مش كل ال 10 معاك في الميموري، منهم مثلا 3 معاك في الميموري و7 على الديسك. فانت مطلع عيني وعمال خليني اعمل جدول في 1,000,000 اغلبهم مش مستخدمين، وال10 اللي يمكن مستخدمين منهم 7 في الديسك و3 بس اللي في الميموري اللي انا بستفيد منهم. ما بدل ما تتعبني وتعمل الكلام ده كله انا وانت عارفين ان الحاجات اللي في الميموري اللي في الريل فيزيكال ميموري عددها قليل، بدل ما تخليني ادخل البيرتشر بيج نمبر ممكن يكون كميه كبيره جدا من الحاجات واشوف هو ينظرهم وقالي فيزيكال بيج نمبر، كنت خليني اسال السؤال العكسي، هي البيج الفيزيكال في الميموري 16 ايه هو الفيرتشوال ادرس اللي يقابلها؟ بقول لك اثنين. بدل ما انت كنت بتسالني الفيرتشوال بيج نمبر اثنين ينظره اي فيزيكال مكان في الميموري ولا 16؟ لا خلينا نسال السؤال بالعكس، هي 16 في نظر مين؟ في نظر اثنين. عدد الحاجات الاماكن اللي عندي في الميموري عدد محدود. وبالتالي لو انا عامل الجدول بتاعي في الاتجاه العكسي انفرتد في الاتجاه العكسي هيبقى جدول محدود اقدر اعرف منه ال 16 في نظر مين؟ في نظر الاثنين. بدل ما انت تسالني الاثنين ينظرها ايه؟ بقول لك 16 انا كنت هبص عليهم في الاتجاه العكسي. الانفرتد بيج تيبل هيبقى حاجه مظهر بس هيبقى السؤال فيه معكوس هيبقى السؤال اصغر. لو مش فاهمين الحته دي مش مأساة هقول لكم السلايد دي نحو 100. الاحتمال الرابع للزملاء في المهنه فكروا فيه من سنين برضه والله لو فعلا الفيش تيبل بتاعك كبير قوي هو نفسه يبتدي يقسمه في حته منه تبقى معاك في الميموري حته اخرى تبقى على الديسك. ما تقلوش نفسك في السلايد دي قوي خلينا نكمل ونهتم بحاجات كده شويه. هنفترض فعلا ان انا ببص كده على المكان ده ولقيت ان فيه كله مشغول وفي حد جاي من بره ومفروض ان انا احطه في المكان ده. كنت بستخدم مثلا 6 ways لو ده 6 اماكن اهو 6 ways 7 social مفيش حاجه اسمها 6 ways بس يعني عشان دول هم 6 قاعدين هنا وجاي حد المفروض يكون في الحته دي فمحتاج اختار واحد منهم اشيله. واحد عاملين الشباك وامين واقف. اختار مين؟ اعمل له ريبليسمنت عشان اجيب لحد جديد مكانه. ممكن اختار اللي بيتكلم ده مثلا امين. ده فلان. بس لو انت هتقترح عليا احتمال تقترح. اختار مين؟ اول واحد اللي هو هناك ده؟ ولا اول واحد جه؟ ممكن طبعا اول واحد بالمكان اول واحد اشيله او اول واحد فيهم وصل فيرست ان هو الفيرست اوت. طب لو فرضنا ان احنا فعلا بنشتغل باللي انت اقترحته اللي هو فيرست ان فيرست اوت وهنفترض ان
اول واحد جه هو كان حضرتك بس. فده كان بداية البرنامج جبناه، والبرنامج ده هو شغال كان بيجيب بقى الداتا بتاعته اللي بيشتغل عليها. فجاب البيج اللي انت فيها دي هي البيج بتاعت الداتا الاولانيه اشتغل عليها، وبعدين جاب البيج الداتا الثانيه اشتغل عليها الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، ودلوقتي عايز يجيب البيج السابعه. فلو شلناه هو لانه اول واحد جه وحطيت البيج السابعه مكانه وبعدين عايز اكمل هعمل ايه؟ اضطر ارجعه واشيل اللي جه بعده. فاحيانا ممكن تكون الفيرست ان فيرست اوت دي مش ملائمه مش جيده، لان فعلا في المثال اللي انا اديته دلوقتي انا ده كان اكثر الحاجات اللي شغاله، وبالعكس انت كنت اقل الحاجات اللي اشتغلت في الفتره الاخيره لان كان بقالك فتره جدا كبيره جدا ما بتستخدمش. فبالتالي في ناس اقترحت ان هو نعمل ما يسمى ليست ريسنتلي يوز، اقلهم استخداما في الفتره الاخيره، هو ده اللي انا ما بستخدموش كتير فازيحهم اللي هم في تاني مكان. طب عشان نعمل حاجه زي كده لو هنعمل فكره ليست ريسنتلي يوز يبقى محتاج اعمل ايه؟ اعرف مين فيهم اللي استخدم كتير ومين استخدم اقل. عشان اعمل دي اعمل ايه؟ كاونت عداد عد كم مره استخدمته في الفتره الاخيره، كم مره دخلت الحاجه هنا، كم مره استخدمت حاجه هنا، كم مره استخدمت حاجه هنا. مين دي بقى مره ثانيه معايا؟ العداد ده البيتس بتاعته حطها فين؟ بالظبط حطها هنا. لما قلت لك شويه محتاجين نحط شويه بيتس هنا يبقى مع الفيزيكال بيج نمبر البيتس اللي بتحدد لي انا كام مره استخدمت البيج دي هسجلها هنا. وكل ما اجي استخدم البيج دي كل ما اعمل الترجمه دي واستخدم البيج دي ازود العدد ازود العدد ازود العدد بحيث ان انا لما اجي اعمل ريبليسمنت ابص على البيتس اللي بتكاونت دي واعرف منها مين فيهم الليست ريسنتلي يوزد اقلهم استخداما في الفتره الاخيره واقلهم استخداما ده اقول لهم شكرا يا فندم مع السلامه مين حد تاني مكان. طبعا العمليه دي فيها تعقيدات ان انا عندي عدادات وعمال بعد وعمال بقارن واشوف مين فيهم اقل استخداما وما الى ذلك. ففي بعضكم اللي يعني ما عندهمش همه عاليه لمثل هذا الامر وعايزين يراجعوا نفسهم ما تعبتش بقى انت غمض عينيك كده وسمي الله وواحد يقول والدنيا هتمشي زي الفل. ففي ناس اقترحوا يبقى راندوم ريبليسمنت اعمل اللي انت عاوز تجيبه بطريقه راندوم والدنيا هتمشي. ففي النهايه في طرق مختلفه وعلى حسب انت هتعمل اي طريقه فيهم هتستخدم الادوات المناظره دي. طيب السؤال اللي جه بتاع وايت فولس اللي محتاجين نفكر فيه، احنا اتفقنا ان الريسكس بطيئه جدا وبالتالي فكره ان انت كل ما تكتب بايت في الميموري مثلا تروح تكتبه برضه في الديسك وتعمل رايت ثرو هتبقى انفيشنت بطريقه غير طبيعيه. ده اللي حضرتك قلتيه ان انت في الامتحان مع الدكتور احمد خطاب حسب ايه؟ لو انا عندي بس ترانسفير وبدل 8 بيتس ولا بدل مثلا 16 ولا بدل حاجه كبيره كل ما كبرنا كل ما كانت الافشنسي احسن والمواجهات اكتر صح؟ فبالتالي مش من المنطقي ان احنا نعمل رايت ثرو بالنسبه لحاله الميموري مع الديسك وانما المنطقي ان احنا نعمل كوبي باك. طب هاخد نفس المثال اللي كنت بتكلم فيه هنا من شويه. ده البرنامج البيج دي فيها الانستراكشن فيها كود بتاع البرنامج وانتو كبيجز فيها الداتا اللي البرنامج ده بيشتغل عليها وبيحط فيها النتيجه بتاعته. فاحتجت ان انا انقل حاجات من الميموري الى الديسك واستبدل حاجات. انت كنت شويه حسابات اتحسبت واتحطت وبعدين حسبت حسابات ثانيه واتحطت وبعدين عاوز انقل عاوز اشيل ده واجيب حاجه مكانه. هل محتاج اكتب ده في الديسك؟ اكيد ما جيتش حسابات انا حسبتها. لو بعد ما حسبتها ما سجلتش اي حاجه خالص ورميتها يبقى ما فيش بعمل ايه يعني بقى ضاع وقت يعني فاكيد لازم اكتبها. طيب في المقابل لو في وقت اخر كان البرنامج ده فيه كذا الكود كان فيه كذا بيج منه موجوده في الميموري والبيج دي من الكود محتاج اجيب مكانها حاجه هل لازم اكتبها على الديسك؟
في الغالب لا، لان الكود لما انا جبته من الديسك حطيته في الميموري انا ما غيرتش في الكود نفسه حاجه. فممكن يكون عندي بيجز من برنامج لما جبتها من الديسك وبقت موجوده معايا في الميموري لم تتغير النسخه اللي معايا في الميموري عن النسخه اللي في الديسك. وممكن يكون في بيجز اخرى جبتها من الديسك حطيتها معايا في الميموري وكتبت فيها حاجات بحيث ان انا غيرت النسخه اللي معايا عن النسخه اللي في الديسك. لو النسخه اللي معايا مختلفه عن اللي في الديسك يبقى لازم اكتبها تاني. لو النسخه اللي معايا مساويه للي في الديسك يبقى مش محتاج اكتبها تاني. طب عشان اعرف اذا كانت حاجه ولا لا انا محتاج ايه؟ بت تقول لي هي زي اللي في الديسك ولا مختلفه عن الديسك. هل لما حضرتك طبعا انت هتقول لي البت دي هتحطها فين؟ هنا يبقى كل ما هتنزل لي احط البت هناك. فالبيت دي هنسميها ديرتي بيت، يعني زملائكم في المهنه سموها ديرتي بيت. ليه سموها ديرتي بيت؟ انا لما جبتك من الديسك وبقيت معايا في الميموري هل انا حافظت على طهرك وبراءتك ونقاءتك ونظافتك زي ما انت كنت في الديسك، ولا انا يعني وانت معايا تلمستك وبقيت ممتلئ بالاوزاح والمشاكل والكتابات اللي كتبتها عليك دي قضت على نقائك؟ لو انا قضيت على نقائك يبقى انا خليته ذنبي وبالتالي لازم اكتبه في الديسك مره ثانيه. لو هو مازال على نفس الطول والبراءه اللي كان فيها في الحالات الاصليه كده يبقى في هذه الحاله طهر طهور يعني وباذن الله تعالى مش مشكله حضرتك ممكن تبقى على ما انت عليه مش ممكن تكتبه في الديسك. فهو بس هو دلوقتي بيت فعلا لهذا المفهوم هل وبيج معي في الميموري انا غيرتها واثرت عليها بس اختلفت عن الديسك. لو هي بقت ديرتي هكتبها مره ثانيه في الديسك، لو ما زالت كلين يبقى احسبها معايا في ال مش محتاج اكتبها في الديسك. عشان نلم الموضوع ايضا وحضراتكم تمشوا، الكاشز مناظره جدا لموضوع الفيرتشوال ميموري مع الديسك. كنا بنعملها بين الكاش والميموري زي اللي بنعملها بين الميموري والديسك. في فرق اسماء ما بين الكاش والميموري كنا بنسميه بلوك وبنجيب ووردز، ما بين الميموري والديسك بنتكلم على بيج حجمه اكبر، ما بين الكاش والميموري كنا بنتكلم ان عندنا مس بنتكلم على مس ريت، هنا بنتكلم ما بين الميموري والديسك على بيج فول وفول ريت. بالنسبه للديسك بطيء ده اثبت في اجاباتنا على الاربع اسئله اللي كنا بنجاوبهم. فبالنسبة للإجابة الأولى للبيج بليسمنت هم رافعين، ما كناش بنعمل بقى هنا دايركت بلاننج زي ما معلمنا مرة قبلية، إنما بنحاول نعمل فولي أسوشيتد دايما زي ما ذكرتكم. في الكاش ممكن تبقى دايركت بلاننج أو تو ويز أسوشيتد أو فور واي أو إي فري أو فولي أسوشيتد، إنما في الفيرتشوال ميموري كده الريل ميموري والديسك تبقى دايما فولي أسوشيتد. هنعرف إذا كانت معانا ولا مش معانا، هنتكلم على إن احنا بنعمل ترانسليشن للفيرتشوال بيج نمبر الى الديسك بيج نمبر او البيج تيبل، وده ادى بينا ان في مشكله لازم نحلها الاسبوع القادم ان شاء الله عشان نختار بيج نمبر مرتين. حتى الريبليسمنت في الغالب بيستخدموا الاي سي سي يوز اللي هو طريقه راقيه وسكيل ومعقده شويه، بتستلزم ان انا يبقى عندي كاونترز وبيتس عدت بيها والبيتس دي التاني مختار هنا جنب الديسك بيج نمبر مع الباد بيت ومع إجابة السؤال الرابع. احنا في الغالب بنستخدم كوبي باك وبنترايفر كيك، فبنحتاج فكره الديرت بيت تكون موجوده معانا. بهذا يبقى احنا فهمنا للموضوع على المستويات بتاعت الكاش الى الميموري والميموري الى الديسك ارتقى. طب واحد يقول لي افترض بقى ان انا الديسك بتاعي مش كفايه نعمل ايه؟ جميل. فانت ممكن يكون عندك حاجات اكسترنال، حاجات على النتورك، نتورك فايل سيستم بعيد عنك وبتكمل له اكسسنج على عبر الشبكه. الفكره العامه بتاعت ان انا يكون عندي مستويات واستطيع ان انا استخدم مستوى ابعد اكبر، فكره ارجو ان اكون بدات تتطابق في ذهنكم، ان انتم ممكن تستخدموها باسلوب مختلف. زي بالظبط يوم ما كنا هنا وكنا بنتكلم عن انك تقدر تشتري عصير من فوق ملاش عصير جنبه، راح المخزن الثاني راح نزل تحت راح بين السرايات ملاش، وصلت لحد ما انت جبت المانجا من البيت في الهند مثلا مفيش مشكله.
فكر ان انت طالما عندك مستوى ابعد واكبر ممكن تستخدمه. مش لازم تحد نفسك في الكلمتين اللي انا قلتهم لك في المحاضره. انت بعد سنه ونص تبقى مهندس في السوق بتعمل اي شغل. فعلى حسب الوظيفه اللي قدامك لازم تفكر وتعمل معاها. هل عندك اسئله؟ نراكم على خير ان شاء الله الاسبوع.